بسم الله. ربنا أرنا ما ينفعنا واكتبه لنا وتقبله منا وبارك لنا فيه حتى نسعد بمننك وعطاياك يا حنان يا منان يا كريم. القول الثالثة في الثلاث آيات هذوما هي في الآية 33. قل إنما قلنا للحصر، شنو اللي يحرمه ربي؟ قل إنما، شوف رسالة الرسول الكريم كاملة فيها ينبغيات وفيها لاءات، فيها واجبات وفيها منهيات. يقول قل إنما حرم ربي إلى أن تردي يونيكم لا أن تردي الفواحش تطلب تربيتود تطلب شوز ديغولاس les choses laides, L-A-I-D-E-S, laides, mais alors comme le polythéisme, comme le mensonge, comme la fornication, et zina ou le machin. Qu'on est là, ma harrama rabbi, elle fait wahish, ma dhara, mena ou mabata. Tout ce qui est explicite ou implicite. Ma dhara, mena ou mabata. بطن والإثم كذلك حرمه الله دسين والبغي بغير الحق يعني تكون عنيف تقتل مثلا تزرح بغير ما تكون أنت صاحب حق هذا صاحب حق يجب تدافع عن نفسه يجب تسامح كما تسامح سيدنا هابيل عليه السلام وهل مجر قل إنما حرم وهذه جرائم قبيل تلتها جرائم قبيلية يعني عددها لا يحصره إلا الله سبحانه وتعالى. ماذا من ديكادك يا أبي؟ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعود إن شاء الله.